وفي هذا الصدد استعرض سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، استعرض خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أهم المشاريع التطويرية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في ظل تطوير المنظومة التعليمية وضمان استدامتها لا سيما خلال جائحة كورونا. أهم المشاريع التي نفذتها وزارة التربية والتعليم تحت مظلة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سوف نجد أننا نفذنا مشروع للهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم. ركز هذا المشروع على مختلف نواحي المهمة في الجانب التعليمي، في مقدمتها تطوير المناهج. طبعا هناك أطر عامة وتخصصية تم إعدادها للمناهج بما يضمن تطوير المناهج بحيث تغطي الكفايات المهمة والأساسية في القرن 21. هناك أيضا تطوير للمنظومة الإلكترونية التي ساعدت وزارة التربية والتعليم على تخطي مرحلة جائحة كورونا من خلال الانتقال إلى التعلم عن بعد، وهذا لم يكن ليتم لولا إدراك الحكومة الموقرة ووزارة التربية والتعليم لأهمية الشراكات الدولية. فلدينا شراكة مهمة ومركزية مع شركة مايكروسوفت الدولية العملاقة. من خلال هذه الشركة تمكنا من طبعا إطلاق الفصول الافتراضية لتغطي جميع المراحل التعليمية، وكانت هناك عملية تعليم وتعلم أونلاين عن بعد بكل سهولة ويسر من خلال توافر البنى التحتية للتعليم الرقمي والإلكتروني. أيضا لابد أن لا نغفل أهمية البنى التحتية. اهتمت وزارة التربية والتعليم ومن خلال أيضا القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بتحسين البنى التحتية التعليمية